إذن ينطلق كأس بيض القاع للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي مبتدئ والفائز بسباق الدرجة الخامسة على مسافة 1700 متر. 9 جهات تنطلق على هذا الشوط انطلاقة موفقة مع الجواد اللي هو رقم 2 محري للسيد عبد الله جابر الخيارين مع صالح بغريم على المركز الأول. شوط يبدو لي سريع جدا، انطلاقة سريعة مع الجياد النحالة على المركز الثاني مع الجواد اللي هو رقم 8 جواد خالد الشحانية للسيد ناصر محمد الأنصاري يضرب محاولة الخطف للصدارة من قبل الجواد اللي هو رقم 4 الجواد اللي هو رقم 4 طيار الشحانية لحسن بن علي المطوي مع عبد الله الهاجري. ثالثا ايضا محاولة من الجواد اللي هو رقم 9 ربيع الشحانية لسيد عمر احمد الهاجري وكارلس هنريك على ثالث المراكز. رابعا يتبعها الجواد اللي هو رقم 7 عقاب الخيل لمحمد حمد المري مع الخيار القطري صالح المري الان على المركز الرابع. تقدم شيئا فشيء من قبل الجواد اللي هو رقم 8 خالد الشحانية لناصر محمد الانصاري مع احمد قبيسي. ايضا محاولة من الخارج من قبل الجواد اللي هو رقم 1 عزوز لي الشيخ خليفة بن عبد الله بن عبد العزيز الثاني وماركو كازامينتو على المركز الثالث يتقدم بكل قوة كان المركز الأول وصدر لذات مع الجواد اللي هو رقم 2 محري لعبد الله راشد الخيارين مع فالح بغريم. من محاولة الجواد اللي هو رقم 4 طيار الشحانية لحسن بن علي المطوي مع الخيل عبد الله راشد الهادري على المركز الثاني الآن الخط المستقيم باتجاه خط نهاية صدره والمركز الأول مع الجواد اللي هو محري. تقدم للجواد اللي هو خالد الشحانية لناصر محمد الأنصاري مع إيفان روسي يتقدم بكل قوة مع أحمد قبيسي. أيضا محاولة من الخارج من عزوز للشيخ خليفة بن عبد الله بن جاسم الثاني مع ماركو كازامينتو يتقدم بكل قوة. الجواد اللي هو رقم 1 عزوز ومحمد المدرب محمد الغزالي يتقدم بكل قوة مع الشعار الأخضر لكن صدره والمركز الأول مع خالد الشحانية لسيد ناصر الأنصاري على المركز الأول. محاولة من الخارج مع الجواد عزوز لكن صدره مع الجواد خالد الشحانية فعلا الجواد خالد الشحانية لأحمد قبيسي والسيد ناصر محمد الأنصاري وإيفان روسي. ألف ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق. يتفضل السيد عبد الله راشد الكبيسي مدير قسم السباقات بتتويج الفائزين بكأس بيض القاع الجواد خالد الشحانية والفارس إيفان روسي. فارس الجواد خالد الشحانية مبروك. المدرب أحمد الكبيسي مدرب الجواد خالد الشحانية. المالك السيد ناصر محمد كاظم الأنصاري نيابة السيد أحمد قبيسي مدرب الجواد خالد الشحانية. والصورة التذكارية والجماعية بهذا الفوز الجميل وبطل كأس بيض القاع الجواد خالد الشحانية ملك السيد ناصر محمد كاظم الأنصاري والمدرب أحمد قبيسي والفارس إيفان روسي مبروك.